الله تعالى وبركاته. اخواتي اخواني، مرحبا بكم في قناه مطبخ فاطمه، في وصفه جديده من وصفاتي. اذا اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا محنشات معمرين بالكفته، يعني محنشات يكونوا مالحين، غادي نعمروهم بحشوه ديال الكفته وتشكيله ديال الخضر. يعني ما غاديش يحتاجوا منكم اي وقت او مجهود، لاننا ما غاديش نستخدموا العجين، غادي نستخدموا العجين ديال الفينو اللي كيتشرى واجد. غادي نحاول ان شاء الله في يعني في الفيديوهات القادمه انني نحط لكم سلسله ديال خبيزات مالحين او يعني شهيوات اللي غادي يكونوا يعني غادي ينفعوكم في رمضان. وكذلك غنحاول ننوع في الحشوات، يعني نحاول نحط حشوات اللي يكون المكونات ديالها بسيطه وما يحتاجوش يعني وكذلك ما يحتاجوش مجهود اللي هو كبير. ما غاديش نطول عليكم اكثر من هكذا. بالنسبه للمكونات المضبوطه غادي نخليها لكم ان شاء الله اسفل الوصف الفيديو. ولتحضير المحنشات ديال اليوم، فاحنا غادي نحتاجو بالنسبه للحشوه غنحتاجو هنايا الفلفله. خديت فلفله وحده حكيتها في حكاكه، يعني في ديك الجهه اللي تتكون غليظه، وصفيتها من الماء ديالها كيف كتشوفوا. غادي نحتاجو هنايا الكفته اللي يمكن لكم تعوضوها سواء بالطن او لا بالدجاج او لا بلاداند، يعني الديك الرومي اللي كان متوفر عندكم يمكن لكم تخدموا به. عندي هنايا خزوية اللي حكيتها حتى هي في التقابيل الغلاط ديال الحكاكه، وعندي هنايا بصيله اللي كنكون شلطتها بهذا الشكل هذا من البصله متوسطه. بالنسبه للصلصه اللي غادي نسقيو بها والمحنشات ديالنا، فغادي نحتاجو هنايا كاس ديال الحليب، غادي نحتاجو نص كاس ديال الزيت، يعني الزيت نباتي. غادي نحتاجو هنايا بيضة واحدة. بالنسبة للتوابل، فاحنا غادي نحتاجو الإبزار أو الفلفل الأسود، سكينجبير، غادي نحتاجو هنايا الطحميرة، غادي نحتاجو الخرقوم. وبالنسبة للعجين، فاحنا غادي نستخدمو هنايا عجين ديال الفينو. اذا هنايا علاش ارتئيت انني نخدم عجين الفينو، لانه ما غاديش نحتاجو بالخصوص بالنسبه للاخوات اللي خدامات، ما غاديش تحتاجو تعجنو وتدلكو وتسنى يخمر وعاد تشكلو، يعني فهي سهله في الاستخدام ديالها. بالخصوص اذا كان بنادم خدام فهو كيجي عيان وكيبغي غير يوجد شي حاجه كما كانت. والثمن ديالها راه ما غاديش، هادي راه ثقيله، ما عرفتش الصراحه الوزن ديالها شحال فيه، انا غادي نشوف لكم. المهم هنايا بالنسبه للثمن ديالها راه ما غاليش بزاف، يعني هذه هاد لاماك هذه اللي انا خديتها شي 19 درهم بحال هكا، دونك راه ماشي غاليه. انا صراحه اكسبري حاولت نستخدمها هنايا كيف قلت لكم، يعني باش ناخذوا بعين الاعتبار الاخوات اللي ما عندهمش الوقت واللي خدامات. غادي ندوزو نشوفوا الطريقه ديال التحضير. اذا هنايا بالنسبه لطريقه التحضير، فاحنا غادي نبداو اول شيء نوجدوا الصلصه اللي غادي نسقيو بها المحنشات ديالنا. كنديروا كل من الحليب، يعني الحليب عادي بارد ماشي دافي. غنديروا هنايا نص كاس ديال الزيت النباتي، غادي نديروا بيضه واحده، غنديروا شويه ديال الابزار غير شويه اختياري، يعني واش ديروه ما ديروش، وغادي ندير شويه فقط ديال الملح صافي. غادي ندمج هنايا هاد المكونات هادي، بعد ما نسجموا لهاد المكونات كاملين غادي نخليو الصلصه على جنب وغادي ندوزو باش نوجدو الحشوه اللي غادي نعمرو بها المحنشات. اذا هنايا بالنسبه للحشوه، فاحنا كاول مرحله كناخذو كنديرو البصله ديالنا، يعني يمكن نخدمو بالمقله او لا بشي كاسرول ماشي مشكل. ندير شويه ديال الزيت النباتي قياس جوج معالق بحال هكاك،
وغادي نشعل عليها. غادي نستنى هنايا حتى تهبط ليا البصله ديالي وغادي نتلاقاو باش نشوفوا التتمه ديال التحضير. اذا هنايا من بعد ما هبطنا البصله كي كتلاحظوا غادي نزيدو غادي نزيد لها الفلفله وغادي نزيد لها الجزر وغادي نخليو هاد الخضر غادي تتهبط شويه. إذا هنايا من بعد ما كي كتلاحظو وصلت ليا القدرة ديالي غادي نزيد وغادي نزيد القصة كتسلقو بالكيكون في الكتين فيكم تعوضوها بالطون أولا بالدجاج أولا يعني متوفر عندكم. غير إلا درتو الدجاج حاولو فاش تهبطوكم البصلة شوية ديك المرحلة تزيد بالنسبة للكتافية مكتحتاجش فيها بزاف داكشي علاش خليتها كآخر حاجة غنزيدها. غنحاول هنايا نفرز الكفته ديالي ونخلطها مزيان مع جميع المكونات. إذا هنايا من بعد ما خلطت الكفته مع الخضر ديالي غادي ندوز غادي نزيدو العطريه. المهم هنايا غادي نزيدو شويه ديال الخرقوم عندكم ميزانكم يعني ما كاينش شي مكونات اللي غادي تلتزموا بها ولا مقاييس اللي غادي تلتزموا بها. هنايا درت الخرقوم والحميره والبزار وغنزيد هنا شويه ديال السكينجبير وغادي نديرو شويه ديال الملح. وغادي نستمروا في التحريك تدخلنا العطريه مزيان في الكفته وفي الخضر ديالنا. اذا هنايا من بعد ما يعني جميع المكونات شربوا لي العطريه وطاب لي الكفته ديالي فاحنا غادي نطفيو عليها وغادي نخليوها حتى تبرد باش ندوزو ونعمرو الورقه ديالنا ديال الفيلو. اذا هنايا من بعد ما خليت العمره ديالي حتى بردات فانا بديت ديجا وجدت جوج ديال الحبات. غادي نوريكم هنايا الطريقه. نحطو الورقه ديال الفيلو فوالا هادي راه كيكونوا فيها جوج واخا تبان لكم هكذا مجموعه حيت حنا كي كنعرفوا في العجينه ديال الفيلو كتكون رقيقه بزاف. هنايا انا عندي ملصقه شويه غادي نحيدها بشويه باش ما تقطعليش بهذه الطريقه هادي. صافي غادي ناخذ هذه الورقه هذه نقطع جوج ورق غنخدموا بهم. بهذه الطريقه تاعتي هلوغ كنجيبوا الورقه ديالكم ديال الفيلو بحال هكا نحاولوا نشوفوا الا كانت عندنا شي بلاصه مقطعه هي اللي نديروها من الداخل. اذا بحال هكا قبل ما ناخذ العمارة غادي نديرو شويه ديال لاصوص الصلصه ديالنا اللي وجدناها كندهنو بها غير شويه هاد الورقه هذه
نقعدوش نكثروا حيتاش باش ما تخرج ليناش العماره فاش يكونوا المحينشات ديالنا كيطيبوا. صافي بهذه الطريقه هذه كناخذوا شويه ديال الكفته نحاولوا نشكلوها على شكل قضيب يكون رقيق. مسحي ليا باش ما نوسخوش الورقه ديال الفيلو. صافي كنبدا نلويها بحال هكذا بهذه الطريقه نلويوها شويه بشويه. هانتوما هكذا صافي كنبداو نلفو فيها بحال هكذا بهذه الطريقه هذه هكذا كتعطينا هذا الشكل. هذا غادي نحطوه في اللاطه غادي نعاود ندير قدامكم مره اخرى. كناخذوا هنا الورقه ديال الفيلو كنديروها على جوج كيف قلنا وكنسقيوها بالصلصه اللي كنكونوا ديجا وجدناها. كنحاولوا نوزعوها على الورقه باكملها بهذه الطريقه هذه. صافي كنجيبوا الحشو ديالنا. هنا انا درت الحشو اللي غيكفيني يعني غير ربع د المحنشات ما بغيتش كميه كبيره. صافي وكنبداو نديرو نشكلو هنايا من الحشوه واحد الخويط. نحاول ما نوصلوش الجوانب باش فاش نلفو المحنشات ما تجيناش الحشوه خارجه على الجنب. كالعاده غنبداو نلفو في المحنشه ديالنا بهذه الطريقه هذه. صافي وكنلويوها بحال هكذا كتعطينا هذا الشكل. هذا نحطوها حتى هي في لاطه ديال الفرن. اذا هنايا من بعد ما ساليت الكميه ديال الحشوه اللي عندي كامله فكناخذ واحد المول اللي كنكون غلفته يعني بورق سلفيغيزي اولا دهنوه بالزبده اولا الزيت وكتحطوا فيه المحنشات ديالكم. قبل ما ندخلوا الفران يعني فكنكون سخنت الفران على 180 درجه كنخليه يسخن يعني تقريبا 10 دقائق قبل ما ندخل المحنشات ديالي. غادي ندوز دابا وغادي نسقيهم بالخليط اللي بقالي يعني ما غنسقيهمش بالخليط كامل حيت الكميه ديالو كثيرة. قلت لكم تستخدموا هنايا الفرشاة الا بغيتو انا غنخدم غير بالملعقة. اذا هنايا غادي نستمر وغادي نسقي جميع الوحدات اللي عندي بهذا الخليط. هذا غادي ندوز وغادي ناخذ يعني مهم هذه المرحله هذه كتبقى اختياريه بغيتو ديروها ما بغيتوش يمكن لكم تكتفيو غير بهذا الخليط. غناخذ صفر بيضه غادي نطربو مع شويه ديال الخل وغادي ندهن به الوجه ديال المحنشات ديالنا باش نحصل على لون ذهبي اكثر. يعني كي قلت لكم يمكن لكم ديروا هذه المرحله وما ديروهاش. اذا هنايا من بعد ما يعني درنا الاصفر ديال البيض من الفوق ديال المحيشات ديالنا غندوزو دابا غادي نحطو الفران. صافي وغادي نخليهم يعني تقريبا لمدة 20 دقيقة وكيبقى تاني كيف كنقول لكم دايما على حساب الفران ديالكم واش كيسخن فيه ساعة اولا كيتعطل. غادي نتلاقاو باش نشوفو الشكل ديالهم كي كيجي من بعد كيما كيطيب. اذا هنايا من بعد ما كيطيبوا المحنشات ديالنا فحنا كنخرجوهم من الفران كي كتلاحظوا هكذا كيكون الشكل ديالهم. غادي نخليوهم حتى يبردوا على خاطرهم وغادي ندوزو باش نقدموهم ونشوفوا الشكل النهائي كي كيجي.
اذا من بعد ما بردوا المحينشات ديالنا فكيكون هذا هو الشكل ديالهم كيف كتشوفوا، فهما كيجيو مذهبين كيجيو زوينين، وكذلك المذاق ديالهم فهو رائع. بالنسبه للحشوه فكتبقى اختياري، يمكن لكم تخدموا اي نوع من الحشوه، وغادي نحاول ان شاء الله في فيديوهات قادمه انني ندير معكم جميع يعني الافكار اللي عندي الحشوات الممكنه واللي تكون اقتصاديه ما امكن. هذا النهار انا خدمت الكفته، في الحلقات القادمه وفي الفيديوهات القادمه ان شاء الله غادي نخدموا وصفات بالبطاطس مسلوقه بالخضر فقط بدون الاعتماد على اللحم، كذلك بالجبن، يعني مجموعه من الافكار اللي غادي نحاول نقدمها لكم كامله باش يكون عندكم الاختيار الا بغيتوا توجدوا شي خبيزات معمرين. وحنا كنعرفوا في رمضان كنبغيو ننوعوا، يعني كل نهار كنبداو نفكروا شنو نديروا شنو نديروا، غنحاول نعطيكم الماكسيموم ديال الافكار اللي كاينه عندي. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بهاد المحينشات هادو، يعني الا بغينا نحتفظوا بهم لرمضان او لا بغينا نوجدوهم ونخليوهم في المجمد حتى نبغيوهم ونخدموهم، فكنعمروهم كنديروا الحشوه كنعمروهم بالحشوه وكنخليوهم بلا ما ندخلوهم للفران، وكنديروهم في شي بواط اللي كتكون محكمه الاغلاق، تنفرشوا لهم بابي سلوفان اولا بلاستيك عادي وكنديروهم، يعني تجي ما يجيش وحده لاصقه على وحده بزاف وما يجيوش وحده فوق وحده نيشان، يعني كل ما نسالي واحد الطبقه نديروا عاوتاني طبقه ديال البلاستيك ونديروا طبقه ديال المحينشات وطبقه ديال البلاستيك، فاش كنحتاجوهم كنجبدوهم وكندهنوهم باصفر البيض وندخلوهم للفران يعني يطيبوا، و يعني بهذه الطريقه هذه كتسهلوا عليكم حتى الخدمه، وكي قلت في البدايه ديال الفيديو بخصوص النساء العاملات فهذه كتبقى افكار غادي نحاول نعطيكم كما قلت لكم ما امكن الافكار اللي كاينه عندي. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، انا طولت عليكم شويه في الهضره في هذا الاخر هذا غير باش نعطيكم فكره على لا فيزيون ديال لاشين ولا فيزيون ديال لي فيديو اللي غادي يجيو ان شاء الله. فكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، إذا كانت هذه أول مرة كتزوروا فيها القناة ديالي ما تنساوش تشتركوا فيها باش تبداو توصلوا بكل جديد، ما تنساوش كالعادة تشجعوني بالضغط على زر الإعجاب، وكذلك تبارطاجيو الوصفة مع أصدقاء ديالكم، وإذا كانت عندكم أي استفسارات أو تعاليق خليوها لي أنا غادي نجاوبكم عليها إن شاء الله. إلى اللقاء في وصفة قادمة بإذن الله.